بعد جولته في عدد من ولايات الجمهورية، زار المترشح للرئاسة منذر زنيدي مدينة سيدي بوزيد، وكان له لقاء مع عدد من أنصاره بأحد الساحات المتواجدة وسط المدينة. تقليص من نسبة البطالة، أنت مشكل البطالة نعرفه مشكل كبير، ولازم كل المجهودات نتاع كل التونسيين والتونسيات معناتها تتضافر من أجل إيجاد حل بالنسبة للمشكل هذا. النقطة الموالية تتعلق بالعلاقات الخارجية وبإشاعة تونس في كل في العالم وفي المحافل الدولية، تونس في نصرة قضايا السلم والعدل والحق في العالم. هذا بالنسبة للبرنامج اللي هو مركز على مشمولات رئيس الجمهورية المباشرة، ولكن زاد مشمولات غير مباشرة واللي يتقسمها هو والجزء الثاني من السلطة التنفيذية الحكومة ورئيس الحكومة، واللي يتقسمها زاد مع السلطة التشريعية شيء أقل أهمية. الزنيدي أكد بعد تجوله في السوق الأسبوعية ولقائه مع عدد من المواطنين أنه سيلتزم بالعمل على تحقيق عديد الاستحقاقات، منها التنمية الشاملة وصون الحقوق والحريات والأمن والأمان لتونس. ونحب نقول أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، والدولة هي ضامن بالنسبة للحق في الشغل. سبق تكلمت عن موضوع البطالة اللي هو موضوع مقلق إلى أقصى درجات بخصوص بطالة الشباب والشباب الحامل للشهادات في كل الولايات، ولكن بالخصوص في الولايات هذه الأقل حظ معناتها اللي كانت محرومة، واللي إن شاء الله معناتها لازم تلتحق بباقي الركب مع المعلومة أنه الهدف هو أن تونس كاملة تمشي للأمام في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن غير شك رئيس الجمهورية رئيس الدولة، الدولة هي ضامنة على المساواة ما بين الجهات على التمييز الإيجابي. تواصل السباق نحو الرئاسة، وكل مترشح يعمل بطريقة يحاول أنها تكون مختلفة لجلب أكثر ناخبين باش يصوتوا له يوم 23 نوفمبر القادم.